بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع إلى كتاب لي ريكومبروند. بعد ما انتهينا مع لي بيتي بيزون في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى قصة أخرى بعنوان لو تيغر. لو تيغر النمر. إذا كما نلاحظون عندنا أن أنفون دو باري إي فوني باسي كيلكو جور أ لا كومبان دون لا فيرم دو سون أونكل. إذا نتكلم عن طفل دو باري من مدينة باريس. إذا نتكلم عن طفل المدينة، طفل مدينة باريس. إيفوني باسي كيلكو جور، إذا هو أتى ليمضي بضعة أيام، جاي دوز شي يامات. أن لونفون دو باري إيفوني باسي كيلكو جور على كومبان. إذا نتكلم عن طفل جا من باريس، جاي دوز شي يامات في العربية. أن لونفون دو باري إيفوني باسي كيلكو جور على كومبان. على كومبان في البادية. دون لا فيرم دو سون اونكل، إذن في مزرعة عمي. سي او جور كو جو مغيفيي ان كخي روك كوم سولوي دان فوف روتونتي اينو غيفيا توتافي. جيتي دون اون فيرم ا 180 كيلومتر دو باري. جو مولوي اي جو مهاتي دو مابيي. جو روغاردي على فيتر لا بلوي. اون نو فويي كو دي غري دو غرانز اربر اليني. اون انتوندي بارتو sur les toits, le même bruit de la pluie. As-tu dormi ? Me dit la mère du pré. Oui, madame, seulement j'ai entendu. Quoi ? Oh, rien. C'est au jour que je m'ai réveillé. Inna ufilium, kanada likafium, que je m'ai réveillé. Haytu ana staiqattu. Que je m'ai réveillé, comme on l'appelle, haytu ana staiqattu. Inna kana fi dhalika al-yawm, haytu staiqattu. Un cri rock comme celui d'un fauve retentit et me réveilla tout à fait. Un cri rock. Il devait être un sarha rock. Fia bha rock. Comme on a dit, mabhouha. D'abord, on va être un cri. Il devait être un cri modakarauna. Rock. Comme on a dit, mabhouha. Comme celui d'un fauve. D'abord, un fauve, un atani. Hayawanat mufterisa. Ou même un atani l'aul asfar. Alladi yamil et la sombra. إذا نتكلم عن فوف كما عندنا هنا ان فوف ان انيمال سوفاج كوم لو تيغر لو ليون لا بونتيغ. إذا ان فوف نتكلم عن حيوان وحشي ان انيمال سوفاج. إذا نتكلم عن حيوان وحشي كوم لو تيغر مثل النمر لو ليون مثل الاسد لا بونتيغ مثل الفهد الى غير ذلك اتسيتيرا. إذا نتكلم عن حيوان مفترس نقول مثلا دابات فوف. إذا نتكلم عن دواب متوحشة. غوتونتي طبعا هنا تتكلم على لوفير غوتونتيغ يعني فعل دوا. إذا نتكلم هنا عن أن كخيغوك نتكلم عن صراخ في بحر. كوم سلو دان فوف كالذي يعود الحيوان المفترس. إذا نتكلم عن صوت يشبه صوت الحيوان المفترس أو نتكلم عن القطط المفترسة. غوتونتي إيموغيغية. غوتونتي انه دوى ان غيري تطافي ثم انه ايقظني. طبعا نتكلم هنا على الفيرب غيري يعني فعل ايقظ. ان غيري ثم انه ايقظني تطافي تماما انه ايقظني تماما. جيتي دون اون فيرم انا كنت في مزرعه 180 كيلومتر دو باريس على بعد 180 كيلومترا من باريس. إذا كنت على مسافة 180 كيلومتر من باريس. إذا كنت في بادية بعيدة عن هذه المدينة. جو مولوفي أنو هاتي دو مابيي. إذا أنا استيقظت جو مولوفي. هات نتكلم على لوفير سولوفي فعل وقف أو استيقظ كما عندنا هنا. جو مولوفي أنو هاتي دو مابيي. طبعا لوفير سو هاتي سي لوفير سو بريسي أو بيان سو ديبيشي. إذا نتكلم عن فعل أسرع. Je me levai et me hâtai de m'habiller. Idan ana istayqattu thumma annani asra'tu de m'habiller. Albis. Annani asra'tu albis. Akhadtu albisati bisur'a. Je regardai à la vitre thumma nadartu min khilal az-zujaj. Thumma nadartu min khilal zujaj an-nafida. La pluie. Idan nadartu al-matar. إذا في إعدادي أرى أمطارا. أون نوفويي كو ديغري
كنا لا نرى ديقعي إلا الرمادي. إذا كنا نرى الأجواء رمادية طبعا بفعل الغيوم الرمادية. ونوفوي كوديغي إذا كنا لا نرى إلا الرمادي. دو غون زار أليني. ثم أشجار كبيرة أليني. مصطفى في خط واحد. كنا نرى أشجارا كبيرة ضخمة لكنها كانت مصطفى في خط واحد. هذه المشاهد كان يراها الطفل من خلال النافذة بعدما نهض مسرعا. اونتون دي بارتو كنا نسمع في كل مكان. طبعا هنا عندنا لو فيرب اونتوندغ مصرف في لامبارفي. اونتون دي كنا نسمع بارتو في كل مكان. سور لي توا على السقوف. سور لي توا على السقوف. اذا كنا نسمع في كل مكان على السقوف. ماذا كنا نسمع؟ لو ميم بغو دو لابلوي نفس صوت المطر. لو ميم بغوي نفس كما نقول ضجيج. لو بغوي كما نقول ضجيج. لو ميم بغو دو لابلوي نفس ضجيج المطر. أتي دورمي؟ أتي دورمي؟ هل أنت نمت؟ طبعا هنا عندنا لو فيرب دورمير مصرف في الباسي كومبوزي. تو يا دورمي أنت نمت أو أنت نمتي. أتي دورمي؟ أنت نمت؟ مودي لا ماغ دو بخي. إذا قالت للأم دو بخي. إذا ماذا قالت له؟ قالت له هل أنت نمت؟ المقصود هل نمت جيدا؟ أتي دورمي؟ وي مدام. سول ما جي أونتوندي. نعم يا سيداتي. نعم سيداتي. فقط أنا سمعت. سول ما جي أونتوندي. فقط أنا سمعت. كوا؟ ماذا؟ ماذا سمعت؟ أوه يا. لا شيء لا شيء. إذا هذا الطفل الذي يزور البادية هو لم يألف هاد الأصوات التي سمعها وأيقظته مدعورا. إذا أن أنفون دو باغي إي فوني باسي كيلكو جور على كومبان دون لا فيرم دو سون أونكل. سي جور كو جو مريفيي أن كخي روك كوم سلوي دان فوف روتونتي إي مو ريفيي توتافي. J'étais dans une ferme à 180 km de Paris. Je me levais et sur la tête de ma billet, je regardais à la vitre la pluie. On ne voyait que des gris, de grands arbres alignés. On entendait partout, sur les toits, le même bruit de la pluie. As-tu dormi? Me dit la mère du pré. Oui, madame, seulement j'ai entendu. Quoi? Oh, rien. Je continuais mon idée. Et ma phrase, ce qui a rugi, rugi? Oui, ce matin. Je sais ce que c'est que rugir. J'ai déjà joué au jardin des plantes et entendu le tigre et vu l'éléphant. Je continuais mon idée et ma phrase. Je continuais mon idée et ma phrase. Je continuais. Le verbe continuer. Je continuais mon idée. Et ma phrase. سو كي رجي. طبعا هنا تنتكلم على الفيرب رجير كما نقول هدر. سو كي رجي الذي هدر. اذا هو يريد ان يكمل جملته. سو كي رجي الذي هدر. ثم ياتي الرد رجي هدر. هدر مثل النمر مثلا او حيوان اخر او مثل مثلا الفيله. سو كي رجي رجي. وي سو ماتان. نعم هذا الصباح. جو سيس كسي كغيجير. انا اعرف ما معنى هدر. جي ديجا جوي او جاردان دي بلونت. انا من قبل لعبت في حديقة النباتات. جي ديجا جوي او جاردان دي بلونت. لو جاردان دي بلونت. لو جاردان دي بلونت. اذا نتكلم عن حديقة النباتات. لو جاردان دي بلونت. حديقة النباتات. سي تان غون باك. اذا نتكلم عن مكان عام. أباري في باريس في مدينة باريس. إذا هو يسمع هذا الصوت. هذا الصوت معروف عنده مع حيوانات وحشية. إذا طبعا الطفل هنا يتذكر هذه الأمور بأنه كان يذهب إلى هذا المكان وكان يسمع هذه الأصوات. وإليا دو بوز أربغ حيث هناك أشجار جميلة دي بلونت غار. هناك نباتات قليلة نادرة إي أوسي أنزو. ثم هناك أيضا حديقة الحيوانات أنزو إي أوسي. ثم أيضا أنزو. ثم حديقة الحيوان
avec des animaux sauvages. Avec des animaux sauvages. أنا من قبل لعبت في حديقة نباتات et entendu le tigre. Et entendu le tigre. ثم سمعت النمر et vu l'éléphant. ورأيت الفيل. Je continue mon idée et ma phrase. Ce qui rugit, rugit. Oui, ce matin. Je sais ce que c'est rugir. J'ai déjà joué au jardin des plantes et entendu le tigre et vu l'éléphant. Mais je m'arrêtais brusquement, mystérieux, casé son bruit. Un tigre. Il a entendu un tigre, maman. Tout à coup, du dehors, un cri formidable me fit sauter. Je me levai frémissant. Tout à coup, fais-je éteindre du dehors. من الخارج ان كري فورميدابل في صوتي اذا نتكلم عن صراخ فورميدابل كما نقول مخيف في صوتي جعلني اقفز جمله في فريميسون ثم نهضت طبعا هنا نتكلم مره اخرى هنا مره اخرى نتكلم على الفيرب سولوفي ولكن هذه المره انه وقف من مكانه ولا يعني استيقاظ كما راينا قبلا جمله في فريميسون جمله في فريميسون أنا نهضت من مكاني فريميسون كما نقول مرتعشا نتكلم هنا على الفيرب فريميغ كما نلاحظون فريميسون ترومبلون مرتعدا اون بو فريميغ دو بور اون بو فريميغ دو بور ممكن أننا نرتجف من الخوف دو كولير أو من القلق دامباسيونس من عدم الصبر دامباسيونس أو من عدم الصبر ممكن أن الإنسان يكون غير صبور فيرتجف لي نازو دي شوفال سون فريميسون طبعا لي نازو مناخير الحيوان نتكلم عن فتحتي أنف الحيوان تسمى لي نازو لي نازو دي شوفال إذا نتكلم عن فتحتي أنف الحصان سون فريميسون مرتجفة أنها تتحرك إل بوج تو لو طون أنها تتحرك كل الوقت في كل وقت تجدها تتحرك Je n'ai pas dit ça. أنا لم أقول هذا. Mais écoute. ولكن اسمع. إذن تقول له. Je n'ai pas dit ça. أنا لم أقول هذا. Mais écoute. ولكن اسمع. الطفل هنا سينظر ويسمع. Mais je m'arrêtais brusquement. Lui serrier. Casé son bruit. Un tigre. Il a entendu un tigre, maman. أنا توقفت فجأة. Mais je m'arrêtais brusquement. ولكن أنا توقفت فجأة. طبعا هو لم يستأنف الكلام لوسيغي طبعا لوسي كانت تضحك كازي سومبروي تقريبا بدون صوت كانت تضحك تقريبا بدون صوت كازي يعني تقريبا سومبروي بدون صوت إذن كما نلاحظون كازي سومبروي بريسك سومبروي إذن هي كانت تضحك تقريبا بدون ضجيج ان تيغر نمر Un tigre, Namir. Il a entendu un tigre, maman. هو سامع نامرا يا أمي. هي هولت من مشهده. هولت من المشهد الذي حصل له. Tout à coup, وفجأة, du dehors, من الخارج, un cri formidable, me fit sauter. وفجأة, وسمع صوتا من الخارج, formidable. كما نقول مخيف, me fit sauter. جعلني أقفز. Je me levai frémissant. Je me levai frémissant. أنا نهضت مرتعشا. طبعا نتكلم هنا على فريميغ. Je n'ai pas dit ça. Mais écoute. أنا لم أقل هذا ولكن اسمع. إذا طبعا هنا الطفل سينظر من النافذة وسيسمع. Mais je m'arrêtais brusquement. Lui serrier quasi son bruit. Un tigre. Il a entendu un tigre, maman. Tout à coup, du dehors. Un cri formidable me fit sauter. Je me levai frémissant. Je n'ai pas dit ça. Mais écoute, une sorte de mugissement faisait retentir la cour. Un carreau majeur vibra. Puis le cri se termina par des reniflements rauques qui s'éteignirent en un souffle rude. Je détournai mes yeux de la fenêtre et regardai Lucie. Je détournai mes yeux de la fenêtre et regardai Lucie. Sur sa chaise, la petite pouffée de rire, le nez dans sa tasse vide. Maman, maman, il croit que l'âne, c'est un tigre ou un éléphant. L'âne, tiens, regarde, par-dessus la petite porte basse de l'écurie, une tête passée. Par-dessus la petite porte basse de l'écurie, une tête passée. Un âne,
Je venais de prendre son bréma pour le cri d'un animal exotique. Une sorte de mugissement faisait retentir la cour. Faisait retentir la cour. Une sorte de mugissement. Et donc, il y a un mot, chib, une sorte. Quel est le mot, mayushib, de mugissement. مجسمه كما نقول خوار او نتكلم عن صوت العاصفه مثلا اذا نتكلم عن صوت مع الاصوات بهذا الشكل اون سور دو ميزمو فازي غوتونتيغ لا كور نتكلم عن صوت بهذا الشكل فازي غوتونتيغ لا كور جعل الساحه تدوي جعل الساحه تدوي بهذا الصوت ان كارو نتكلم هنا عن قطعه مثلا قطعه زجاج او ايما قطعه مربعه ماجوا انها ملتصقة بشكل سيء أنها ليست محكمة اللصق أنها ليست ملتصقة بشكل جيد فيبغا فيبغا طبعا نتكلم هنا على اللفظ فيبغي كانت تهتز مالجوا مالجوا إذن دابيتود في العادة لو كارو إتابليكي فورتومون بار دو بوتيت بوينت إي دو ماستيك كونتر لو كادر دو بوا دو لا فناتر اذا لو كارو اذا نتكلم عن القطع الزجاجيه اتابليكي فورتومون انها ترتبط ابليكي ان تطبق كما نقول ان توضع طبق المكان الذي تهيئ له اذا نتكلم عن قطع زجاجيه في النافذه ان تربط مع النافذه فورتومون بشكل قوي بار دو بوتيت بوينت كما نقول بمسامير صغيره في جانبها اي دو ماستيك ثم بمعجون او بعلكه ساعة التبير تبقى ملتصقه على النافذه اذا لو كارو اتابليكي فورتومون اذا نتكلم عن القطع الزجاجيه انها تربط ساعة التبير فورتومون بشكل قوي بار دو بوتيت بوينت كما نقول بمسامير صغيره اي دو ماستيك ثم تربط بمعجون كونتر لو كادر دو بوا على إطار الخشب دو لا فونيتر الخاص بالنافذة إيسي هنا لا فونيتر دوفي إتر فيي إذن النافذة يتوجب أن تكون قديمة المقصود أن النافذة هنا لا شك أنها قديمة لو ماستيك إيتي بارتي ذلك المعجون الذي يربط الزجاج أو القطع الزجاجية مع النافذة إيتي بارتي أنه ذهب أنه لم يبقى Et le carreau n'était plus serré. ثم أن القطع الزجاجية أن لم تعد serré. أنها قريبة أو ملتصقة. serré. n'était plus serré. أن لم تعد مرتبطة أو مطبقة إن صح التعبير. contre la fenêtre. على النافذة. إذن بدأت تتحرك. إلى طمال جوانت. إذن هي كانت مرتبطة بشكل سيء. mal serré. أنها ليست ملتصقة بشكل جيد ملتصقة بشكل سيء إيبوفي فيبغي بوجي وممكن أنها تهتز أو تتحرك ثم تحدث صوتا طبعا وبحركتها هذه مع الريح مثلا ممكن أنها تحدث صوتا إذا نتكلم عن قطعة ليست مرتبطة بشكل جيد كانت تهتز كان يهزها الريح بو لو كخي سو تيرمينا par des reniflements rock ثم ان هذا الصوت صوت هذا المربع الذي كان يتزحزح سو تيرمينا صوته كان ينتهي par des reniflements rock puis le cri se termina par des reniflements rock ثم ان هذا الصوت صوت هذه القطع التي كانت تتحرك سو تيرمينا كان ينتهي في اخره par des reniflements كان ينتهي بشهيق rock كما نقول في بحر كان ينتهي بما يشبه الشهيق في بحر نتكلم هنا على الفيرب سيتندغ فعل انطفاء اذا كان ينطفئ المقصود انه كان ينتهي بالمره اون انسوف الغيد كان ينتهي بما يشبه التنفس الحاد جديت على ميزيو دو لا فونيتر اذا طبعا انا ادرت عيني دو لا فونيتر عن النافذه Je détourne mes yeux de la fenêtre. أنا أدرت عيني على النافذة. Et regardez Lucy. ثم نظرت إلى Lucy sur sa chaise على كرسيها la petite pouffée de rire. على كرسيها la petite
بوفي دو غيغ، بوفي سلافا بوفي المقصود به قهقه، لا بيتيت الصغيره، هذه البنت الصغيره. بوفي دو غيغ كما عندنا هنا، بوفي دو غيغ اتر سوكوي باغ لو غيغ، انك تهتز بالضحك، سون بوفوار سون امبيشي، بدون ان تستطيع سون امبيشي ان تمنعه. اذا نتكلم عن اهتزاز الشخص بالضحك، اهتزاز الشخص بالضحك بدون ان يتحكم فيه. بوفي دو غيغ كانت تقهقه من الضحك، لوندو ساتاس فيد كانت تقهقه من الضحك، والانف في اناء فارغ، لوندو ساتاس فيد والانف في انائها الفارغ. مامو مامو il croit que l'âne c'est un tigre ou un éléphant. امي امي هو يظن بان الحمار هو نمر او فيل. اذا هو كان يظن الحمار بانه نمر او فيل. طبعا هنا عندنا غير كخواغ، سي لو فيرب كخواغ، سي لو فيرب كخواغ، هذا فعل ظن او اعتقد. مامو مامو il croit que l'âne c'est un tigre ou un éléphant. الان حمار تيان روغارد. طبعا هنا عندنا لو فيرب تونيغ، تيان يعني خد، تيان خد، توني يعني خدو، هنا المقصود بها شوف، انظر المقصود بها هنا انظر، هاتي، أنها تريد أن تعطيه الدليل حتى يقتنع بعكس ما يعتقد، حتى يقتنع بعكس ما يعتقد. تيان روغارد، تيان بحال غتقول له ها انت شوف، ها انت شوف. تيان روغارد باغ دوسي لا بوتيت بورت باس دو ليكيري. إذا من فوق، باغ دوسي من فوق لا بوتيت بورت باس، إذا من فوق الباب الصغير باس الأسفل، باس الموجود في الأسفل. طبعا هو ينظر من أعلى الشقة من النافذة وينظر إلى الأسفل، ينظر إلى الإسطبل، ينظر إلى باب الإسطبل، داخل الإسطبل من فوق الباب الصغير، باغ دوسي لا بوتيت بورت باس دو ليكري. إذا من فوق، من أعلى إن صح التعبير، الباب الصغير، الباب الصغير باس، باس الأسفل الموجود في أسفل، الموجود في أسفل البناية دو ليكري. نتكلم عن باب الإسطبل. يون تيت باسي، رأس مرة، شاف واحد الرأس داز. يون تيت باسي، رأس مرة، رأس ماذا هذا؟ النان. إذا نتكلم عن حمار، إنه رأس حمار. جو فوني دو بخوندر سون بريمون، أنا أخذت ناهيقه. جو فوني دو بخوندر، طبعا هنا تنتكلمو على لو باسي ريسون، تنستعملو فيه لو فيرب فينيغ كوم سومي أوكسيليار، تنستعملو فيه فعل جاء كنصف مساعد، لأنه يساعدنا على تصريف فعل المراد تصريفه هنا وهو بخوندر، فعل أخذ. جو فوني دو بخوندر، أنا أخذت قبل قليل سون بغيمو، أخذت ناهيقه. طبعا بغيمو الناهيق يأتي من لو فيرب بغيغ، بغيغ الذي يعني هو أيضا ناهق أو ناهق، لكن هناك أيضا لو فيرب بغيي، بغيي الذي يعني أيضا ناهق. إذا أنا أخذت قبل قليل ناهيقه بور لو كخي دان أنيمال إكزوتيك، لصراخ، لصراخ حيوان شاذ أو غريب. إكزوتيك يعني غريب أو شاد، غير مألوف. إذا هنا الطفل يستنتج بأنه سمع صوت حمار فاعتقده صوت حيوان غريب، فاعتقد بأنه صوت حيوان غريب. إن سور دو ميس مون فوزي روتونتير لا كور، أن كارو ماجوا فيبرا، بوي لو كخي سو تيرمينا باغ دي رونيفلو موروك، كي سيتينيغ أون أن سوفل غيد. جو ديتورني ميز يو دو لا فنيتر et regardez Lucie sur sa chaise, la petite pouffée de rire, le nez dans sa tasse vide. Maman, maman, il croit que l'âne, c'est un tigre ou un éléphant. L'âne, tiens, regarde, tiens, regarde. Et dans les retardements, il doit rouler. Tiens, regarde, agit chauffe. Par-dessus la petite porte basse de l'écurie, une tête passée. Un âne, je venais de prendre son bréma pour le cri d'un animal exotique.
إذا هذا فيما يخص القصة، نستأنف مع ما تبقى في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.